بسم الله الرحمن الرحيم. ابو ايمن ايش بك؟ انت لك يومين على هذه الحاله، انت ما انت شايف؟ يلا قوم قوم حبيبي، كلك لقمتين، السكر باين عليه مرتفع، ما انت شايف حالتنا حاله وعيشتنا مخاله. الله يخليك يا ابويا، طمنا عليك، بكره ان شاء الله السوق حالته تتحسن وتطلع الاسهم وتعوض خسارتك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شفتوه؟ ها؟ شفتوه؟ ايش هو يا ابويا؟ ايش شكله؟ ايوه هذا هو نفسه اللي طلع لي امس وطلع لي اليوم قبل شويه، شوفوه هنا. سلام قول من رب الرحيم. بسم الله. ايش بكم؟ ما شفتوه؟ ابو ايمن. ايوه. هدي اعصابك هدي اعصابك، يمكن عشان ما فطرت يا اخويا، السكر مرتفع عندك. يا حرمة ايش هدي اعصابك؟ ما هدي اعصابك، لسه قبل شوية طالع لي، لا تقول هدي اعصابك. انا حاجات زي كده، انا اسعد عمر قلبك، انا جايك اشوف من انت وايش قصة حالك، انا طالع لك انا. ابوي اسعد ابوي. فين؟ فينو؟ 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 فينك؟ اطلع لو راجل اطلع. شو يا ابويا؟ فينو؟ شفت ما في شيء يا ابو هيمن. يا ابو هيمن يا ابو ايمن استهدي بالله، هذه كلها من الاسهم ضربت في دماغك. خلاص اهدأ. طيب شيري يا حبيبي بسرعه انجزي. حاضر. مغراف كده 6 حبات ليمونه اسوي لابوكي. حاضر حاضر يا امي. حاضر بسرعه يا امي. حاضر. ايوه يا بنتي ليمون. ليمون طيب يا امي. ليمون طيب ابو ايمن. ايوه انا عارفه انت ايش محتاج. ايش محتاج يا امي؟ يا حبيبي ام ايمن. ايوه انت محتاج. ايوه تعميره. إيه؟ وراس جراك. ايوه وبراد شاهي عليك كشكي غزالا بالود. والله انت كهويني يا ابو ايمن. الله يسعدك ويخليكي، روح سوي شيء يا ام ايمن. اروح؟ اتفضلي حمامه. الله يسعدك، روح الله يوفقك يا ام ايمن، يا رب يطلع لك الشبع وريحني مني ترى. سوف اقتلك وأقطعك إربا 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 بالنعم كمان. يا أم أيمن، يا أمي العيني، يا أمي العيني، يا أمي والله العظيم أقطعك أقطعك تقطيع. أنا أم أيمن، أنا سرة سرة أم أيمن، وجايني ومسوي نفسك حرمة يا شبع. على مين؟ على مين تجيله جمعة على وشك؟ يا حبيبي يا حبيبي يا ابويا ايش بك؟ سلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله جابك يا ولد يا فؤاد، الحق ابو عيالي الحق. الحقنا يا فؤاد الحقنا، بابا تجنن. اتجنن؟ اقول لك يا خالتي اطلعي انت وخالي واطلعوا جدة، غيروا شوي كده كم يوم، اطلعوا جدة هنا احسن. واحنا كيف نسيبه بهذه الحالة؟ معناه ما في الا نجيب له شيخ يقرا عليه عشان يطلع البلد اللي فيه. والله فكره يا ولدي، والله فكره. يسلم فمك وعقلك، الحقني قبل جوزي ما يروح ويقطص علي يا فؤاد. يا حبيبي يا ابويا. ايوه يا حبيبي يا خالي، نجيب لك شيخ يقرا عليك عشان يطلع البلد. راح اجيب الشيخ حمامه. حمامه يا فؤاد.